الفريق الإيراني الذي سيكون ضيفا على الأهلي فريق سبهان وصل اليوم إلى جدة في 6:30. أيضا الكاميرا الملعب كانت في انتظار الفريق الإيراني الذي وصل اليوم، كما تشاهدون هذه الصور لبعثة الفريق الإيراني من مطار جدة. القنصل الإيراني أشاد في حديث معنا بأن بالاستقبال الذي وجدته بعثة سبهان من قبل إدارة النادي الأهلي. هذه الصور لوصول الفريق الإيراني إلى مطار جدة، وقد حظيت باستقبال جيد كما أشاد القنصل الإيراني.